آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من قصة وعبرة. قصتنا اليوم مع خلق في غاية الأهمية، خلق عظيم ينبغي أن يتحلى به كل مسلم. قصتنا مع القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري الذي لقب بقاضي الماريستان. القاضي يحكي قصة قديمة في بدايات طلبه للعلم. يقول: كنت مجاورا لبيت الله الحرام بمكة أطلب العلم على يد علماء بلاد الحرمين، فأصابني جوع شديد من عظم الفاقة والعالة التي يمر بها جل طلبة العلم، فكنت أجوب شوارع مكة لعلي أجد شيئا أسد به جوعي. يقول: وبينما أنا أمشي حتى رمقت عيني كيسا جميلا من إبرسيم، هو نوع من القماش الفاخر، وبه كذلك حاشية من إبرسيم، فأخذته ودخلت بيتي، فلما فتحته وجدت به عقدا فريدا من اللؤلؤ لم تر مثله عيني قط، فتعجبت، فهو ثروة طائلة تتجاوز الألف ألف دينار. يقول: فبينما أنا أمتع ناظري به حتى سمعت مناديا ينادي في شوارع مكة: من وجد كيسا قد سقط منا أعطيناه 500 دينار لقاء كيسنا ذاك. يقول: فقلت: إني رجل فقير معدم جائع، وهاته لقطة من لقطة بيت الله الحرام، ولا ينبغي أن أدسها عن صاحبها، فأعطيه كيسه وآخذ 500 دينار أتقوت بها طعاما لي ولباسا. يقول: خرجت إلى الرجل وقلت: صف لنا كيسك أيها الشيخ. شيخ كبير هرم. يقول: فوصفه لي وصفا دقيقا، ووصف لي العقد وصفا دقيقا، فأعطيته عقده وكيسه، فقال: خذ هاته 500 دينار فهي جائزة لك على أمانتك. يقول: فنظرت فقلت: أداء الكيس إليه واجب لا معروف مني. يقول: فأعطيته كيسه وقلت: خذ كيسك أيها الشيخ، فإنا لا نأخذ ثمنا على واجب أوجبه الله علينا. يقول: فلا زال يحاولني ويحرجني حتى ذهب، ولم آخذ منه دينارا لقاء كيسه ذاك. يقول أبو بكر القاضي: يقول: خرجت من مكة مسافرا عائدا إلى أرضي. يقول: فركبت البحر وركبت سفينة، فلما توسطت بنا البحر غرقت السفينة، ونجوت مع من نجا على لوح في عرض البحر، حتى قذفني البحر إلى جزيرة بها قوم من المسلمين لهم مسجد لا يجدون من يأمهم به. يقول: فكنت أؤمهم في الصلاة، وأعلمهم القرآن، وأعلمهم الخط والقراءة، إلى أن صار لي منهم مال كثير، وأردت أن أخرج، إلا أنهم أصروا علي أن أبقى معهم، فقد تعلقت قلوبهم بي وتعلق قلبي بهم، فلا زالوا بي حتى أتوا بابنة يتيمة لهم، وقالوا: هاته ابنة شيخ لنا يتيمة، تزوجها صرت منا ولا تخرج عنا. يقول: فلا زالوا بي حتى تزوجتها، فلما دخلت بها رأيت على صدرها العقد ذاك الذي وجدته في مكة، وصرت أدقق فيه النظر حتى حزنت البنت وقالت: ما رأيت مني سوى العقد، واشتكتني إلى أهلها
فاجتمع علي الناس في المسجد وقالوا: ما ظننا بك هذا الظن أن يعجبك العقد وتعجبك الدنيا دون الفتاة. يقول: فقصصت عليهم قصة العقد، فكبروا تكبيرا ضج به المسجد، فأجبت لأمرهم فقالوا: ذاك شيخنا كان كل يوم يقول: ما رأيت مسلما أأمن من ذاك الرجل ولا خير منه، أسأل الله أن يجمعه بابنتي فيتزوجها. قصة عظيمة في العجب والعجاب، قصة قد تكون ضربا من الخيال لكنها من صميم الحقيقة، يحكيها القاضي بلسانه. يقول: فتزوجتها ورزقني الله منها بولدين، وما رأيت خيرا منها، ثم ماتت فصار العقد لي ورثا ورثته عنها، فهو ما ترون من هذا المال الذي أنا فيه. العبرة مشاهدينا الكرام من هذه القصة هي أن الأمانة خلق إذا اتصف به صاحبه فسح الله له في الدنيا ورزقه من حيث لا يحتسب. خرج من مكة وركب البحر وغرقت السفينة وأخذه اللوح إلى الجزيرة ليلتقي بالعقد مرة أخرى، لكن في ضرب من ضروب الحلال. والعبرة الثانية هي أن الله عز وجل يقدر لك مقادير، قد تمر بظروف من الجوع والبأس والفقر وحتى الغرق الذي مر به صاحبنا وهو في عرض البحر، إلا أن مقادير الله عز وجل وقضاءه وتقديراته وترتيباته لو اطلع عليها العبد لخر لله ساجدا شكرا لما قدر الله له وما اختار الله له، لم يقم من سجدته تلك إلى يوم القيامة شكرا لله عز وجل. فارض بقدرك وكن كما أراد الله لك. إلى اللقاء. بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني.